اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل متابعينا عبر شاشه النيل الاخبار، حلقه جديده من جيل المستقبل على مدار اسبوع، مجموعه متنوعه من الاخبار والموضوعات اللي حصلت على مدار هذا الاسبوع هنعرضها لحضراتكم على طول. والنهارده كمان هيكون معانا حوارين اعتقد هيهم شريحه كبيره جدا من الشباب ان هم يتابعوا هذه الحوارات. كلنا بنروح الانترفيوهات علشان نشتغل او المقابله الشخصيه عشان نشتغل، وبيبقى همنا يا ترى هيسالونا في ايه، طب نرد ازاي، طب شكلي يبقى ايه. ده اللي احنا هنعرف نتكلم عنه النهارده. هنتكلم في البدايه عن المقابله الشخصيه ممكن يتم عملها ازاي، وازاي ممكن نجتازها بنجاح، حركات الجسم او لغه الجسد اثناء المقابله دي، تفاصيل كثيره جدا هنعرفها من خلال اولى حواراتنا. الحوار الثاني هيكون مع نموذج من الفتيات اللي قدرت ان هي تنجح وانها تختار لنفسها تخصص مختلف تماما عن دراستها وتختار مجال تصميم الازياء، لكن هنطوع هذا الحوار عشان نخدم برضو بيه الشباب المقبل على فرصه عمل او اللي بيدور على فرصه عمل، يلبس ايه وهو رايح المقابله. كل ده هنعرفه، ده بالاضافه طبعا لاخبارنا على طول، ولكن بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مره ثانيه، ونبدا اخبارنا مع وزاره القوى العامله. وزير القوى العامله محمد سعفان اعلن ان الوزاره وقعت العديد من بروتوكولات التعاون المختلفه بشان تدريب الشباب واتاحه فرص عمل ليهم. الحقيقه ان البروتوكولات دي تم توقيعها واعدادها مع عدد كبير جدا من الشركات في قطاعات مختلفه وفقا لاحدث الاساليب العالميه وعلى احدث المعدات اللي هتوفرها الوزاره من خلال مراكز الوزاره التابعه ليها في المحافظات، وده طبعا بالتعاون مع كبريات المنظمات العالمية بهدف تخريج عمالة متدربة قادرة على منافسة أسواق العمل المحلية والعالمية. الهدف الأكبر هو رفع شأن العمالة المصرية. نروح لمحافظة الدقهلية. محافظ الدقهلية دكتور أيمن مختار أعلن أن تم تخصيص مبلغ 1,108,411,000 جنيه بهدف إقامة مشروعات للشباب. المشروعات دي طبعا الهدف منها هو إتاحة فرص عمل جديدة بتعمل على توفير منتجات بتناسب السوق في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروعك. المحافظ أكد أن دعم المحافظة لمشروعك بيأتي باعتباره نافذة كبرى يستطيع من خلالها الشاب أنه يطل على المجتمع عن طريق أنه يقيم مشروعه الخاص به في مختلف المجالات على حسب احتياجات المحافظة واحتياجات المناطق المختلفة فيها. كلنا تابعنا مشروع شارع مصر، وإلى أي مدى فكرة شارع مصر استطاعت أن هي تتيح فرص عمل للشباب وتقنن أوضاع شباب كمان كتير جدا كانوا بيعملوا مشروعات سواء أكل أو إكسسوار أو بيبيعوا بعض المقتنيات على عربات أو سيارات أو من خلال منافذ صغيرة، لكن كانوا بيحتاجوا لوسيلة للتقنين وضعهم. ده كان الهدف من طرح فكرة شارع مصر. شفنا شارع مصر مثلا في مصر الجديدة وفي أكتر من مكان، كمان في شارع مصر اللي تم افتتاحه مؤخرا في 6 أكتوبر. افتتح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الموقع الأول لمشروع شارع مصر شباب أكتوبر بالمدينة، اللي حضروا عدد كبير جدا من القيادات. المشروع ده بيأتي في إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير فرص عمل للشباب، وطبعا ده في إطار التنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية. المشروع مكانه فين بقى؟ هو في المحور المركزي بجوار مع الثقافة والعلوم، بيضم 50 عربة متحركة فيها أنشطة مختلفة من طعام لإكسسوار لمشروبات لمشغولات يدوية. حان كمان المشروع ده بيكون نافذة للخروج، يعني فرصة للأسرة أنها تروح تقضي وقت بره بقى جدران الأسواق التجارية أو المولات بشكل يعني في الهواء الطلق، وبيكون حاجات لطيفة جدا وأسعارها مناسبة جدا لأن هي بتبقى حاصلة على تسهيلات من الدولة. طيب بنتابع دايما اخبار وزاره الشباب والرياضه، واللي دايما بتقدم لنا افكار مختلفه بتحاول من خلالها انها توجد فرصه عمل ونافذه للشباب انه يعبروا عن دورهم ومشاركتهم المجتمعيه. مشروع انا متطوع للسنه الثالثه على التوالي بيتم اقامته في معرض القاهره الدولي للكتاب. المشروع ببساطه يعني كانت انطلقت فكرته في 2018 بهدف خدمه زوار معرض الكتاب اللي عايز يوصل لمكان معين او اللي عايز يسال عن حاجه معينه، خدمه كبار السن والاسر اللي ممكن تكون اول مره توصل او تدخل المعرض مش عارفه تلفه ازاي. من هنا جت فكره انا متطوع في 2018 واللي حققت نجاح واقبال كبير في 2019
اكتر وكمان اتكررت السنه دي. الحقيقه ان تقدم للالتحاق بالفكره حوالي 7000 شاب وفتاه خضعوا لاختبارات كتير جدا لحد ما تم اختيار المجموعه المنتقاه منهم اللي احنا شايفينهم على الشاشه دلوقتي. وطبعا بيقدروا ان هم يساعدوا معرض او المقبلين او زوار معرض القاهره الدولي للكتاب واللي بيقام في التجمع الخامس، وتستمر فعالياته حتى 4 فبراير المقبل بالمناسبه ان دوله السنغال هي ضيف شرف المعرض هذا العام في دورته 51. مكملين اخبار الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قال ان الوزاره بتولي اهتمام كبير بمراكز الشباب والعمل على تطويرها باستمرار عشان تكون متلائمه مع مقتضيات العصر ومع احتياجات الشباب. اشاد كمان صبحي بمستوى المراكز مراكز الشباب وقال ان هي تعتبر اضافه قويه للمنشات الرياضيه في مختلف المحافظات المصريه. خلونا نتابع هذا التقرير. خلال جولته التفقدية لافتتاح أعمال التطوير والتحديث لعدد من مراكز الشباب الرياضية، أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما شديدا بتحديث وتطوير مراكز الشباب لإعداد أجيال من الأبطال الرياضيين لرفع علم مصر في المحافل الدولية. احنا من البداية قلنا أن مراكز الشباب شيء مهم جدا، تطويرها واستراتيجيتها جزء مهم من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة. النهاردة من صباح الباكر في الحقيقة وإحنا في جولة للافتتاحات في العديد من مراكز الشباب، بدأنا النهاردة في القاهرة. يعني 5 مراكز شبابية شملتها الجولة التفقدية بمركز شباب مدينة بدر والمرج والتجمع الأول ونادي رويال بالقاهرة الجديدة، حيث اختتم الوزير زيارته بمركز شباب رود الفرج. القاهرة فيها أكبر تعداد سكاني موجود في جمهورية مصر العربية، الشباب بيمثلوا فيها نسبة كبيرة جدا. مركز شباب هنا رود الفرج واحد من مراكز الشباب اللي بتخدم شبرا ورود الفرج والساحل ومتنفس لشبابنا ولجميع الألعاب الرياضية اللي موجودة. الزيارة فكان تتضمن افتتاح بعض مشاريع تم تطويرها بما فيها تراث جديد أو يعتبر قديم جديد تم تطويره، و حديقة الطفل برضه هو اللي وافق عليها وقبل ما يجي هنا باسبوع جات لنا، ثم وحدة الجيم الخاصة باسم الدكتور عبد المنعم عمرة اهداء منه هو شخصيا. تقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة على مستوى الجمهورية كرؤية مستقبلية للوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية. تحديث وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يأتي ضمن أولويات واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الإنسان والشباب المصري على أساس فكري وجسدي. من داخل مركز شباب رود الفرج، عبد الحميد صقر، النيل. ايدك معانا دي مبادره تانية بتطلقها وزاره الشباب والرياضه اللي اعلنت فتح باب التسجيل في برنامج دعم المبادرات الشبابيه ايدك معانا، ده طبعا بهدف اشراك الشباب في العديد من الانشطه المجتمعيه ومجالات ايضا للمزيد من الاعمال التطوعيه. الحقيقه ان الهدف الاكبر من هذا البرنامج هو مساعده الشباب او اشراك الشباب في التخطيط على صياغه وصناعه القرارات وصياغه البرامج المختلفه وتقوية مهارات وقدرات الشباب حول القيادة وإدارة المشروعات وتطوير قدرتهم على التخطيط والإعداد ورصد المشكلات وصياغتها والبحث عن الحلول والابتكار. هيتم غلق باب التقديم يوم 25 من يناير الجاري. لكل المهتمين طبعا ممكن يدخلوا على موقع الوزارة ويقدموا أفكارهم أو يقدروا أن هم يملوا الصفحة الخاصة ببرنامج إيدك معانا كدعم للمبادرات. طيب نروح لوزارة التعليم العالي. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح مركز أبحاث طب عين شمس بجامعة عين شمس بحضور اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ورئيس جامعة عين شمس. دكتور خالد عبد الغفار أكد على أهمية المركز عشان يخدم البحث العلمي في القطاعات الطبية المختلفة وكمان التوصل لعلاج العديد من الأمراض، وشدد على أن الدولة تسعى دايما لمساندة أي جهود مبذولة في مجال البحث العلمي، خاصة أن طبعا نتائجها بتنعكس على المواطنين. عبد الغفار نوه على ضرورة أو إلى ضرورة وضع كافة الإمكانات المتاحة بالكليات العملية لخدمة البحث العلمي والاستعانة ببعض الشركات الخاصة بإجراء تواصل بين الجهات المعنية بالأبحاث العلمية، وده أمر مهم جدا الشراكة مع الشركات الخاصة عشان ما تكونش الأبحاث بتشتغل في مجال بعيد عن احتياجات سوق العمل.
خلينا نروح للمبادرات مع الدول الافريقيه. الحقيقه ان مصر وفي اطار البرامج والمبادرات اللي بتقدمها لاشقائها في الدول الافريقيه لدعم وتمكين الشباب والمراه الافريقيه تحديدا، استقبلت الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب وفد مكون من 95 فتاه افريقيه من اكثر من 40 دوله علشان تتعرف على دور الاكاديميه لتدريب وتاهيل المراه الافريقيه. خلونا نتابع هذا التقرير. في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية، استقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وفداً من السيدات الأفارقة من أكثر من 40 دولة مختلفة ضمن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية التابع للمعهد القومي للإدارة، وذلك للتعرف على دور الأكاديمية لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية. جم بيزوروا الأكاديمية كجزء من المشاريع القومية الهامة اللي بتقوم بيها مصر، لكن هم مش متدربين عندنا، هم جايين في زيارة تعريفية عن مشروع قومي اللي هو الأكاديمية الوطنية ودوره وأهميته في بناء الإنسان المصري والأفريقي، لأن احنا عندنا طبعا الأفريكان بي ال بي. اتكلمنا على كل البرامج، اتكلمنا على الخريجين، اتكلمنا على الأنشطة اللي بتقوم بيها الأكاديمية، وغطينا تقريبا كل نواحي التدريب والتنمية اللي بتقوم بيها الأكاديمية الوطنية للتدريب. خلال الزيارة تعرف الحاضرون على الأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة إنشائها، وأن الأكاديمية تسعى دائما لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والتعاون، وأيضا البرامج التي تقدمها والتي وصلت حتى الآن إلى 57 برنامج تدريبي. فرص جيدة للتواصل، مصر تسعى دائما لدمج الشباب في كل شيء، ورأيت ذلك في منتدى شباب العالم حيث تقدم مصر برامج تدريبية متنوعة وثرية لنا ما بين القيادة والتفاوض والتسويق الدولي. الأكاديمية تركز بشكل كبير على مهارات التواصل والتفاوض، وذلك يظهر خلال الأنشطة والجولات، فالبرنامج غني ليس فقط بالموضوعات العلمية والنظرية ولكن أيضا بأشياء تنمي المهارات الشخصية. الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ كإحدى توصيات منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018. ويذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشئت بموجب قرار جمهوري في 2017 لتكون قبلة التطوير والتعليم في مصر والشرق الأوسط. تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب أحد أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الشباب الإفريقية من خلال البرامج والمبادرات المختلفة في كافة القطاعات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ونجاح مصر في تولي رئاسة الاتحاد لعام 2019. ندى إبراهيم، النيل. اهلا بحضراتكم مشاهدينا، نبدا على طول اولى حواراتنا في جيل المستقبل. وزي ما نوهنا في بدايه الحلقه، كتير مننا هو رايح مقابله الشغل بيبقى مش عارف هيتكلم ازاي، هيسالوني في ايه، هيعملوا معايا ايه، التفاصيل دي كلها ممكن شويه تسبب حاله من الارتباك لدرجه ان احنا نروح متوترين. طب نعرف ايه اللي نعمله لما يبقى عندي انترفيو؟ ده اللي هنعرفه من خلال مجموعه من الاسئله هتجاوب لنا عليها طبعا مشكوره دكتوره اماني البرت المستشار الاعلامي لجامعه بني سويف واستاذ الاعلام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ميرسي دكتور. يعني كتير ما بنروح انترفيوز بنبقى او مقابلات عمل بنبقى يعني مش عارفين، طب هم يسالونا في ايه، طب اتكلم ازاي، اقعد ازاي، احط شنطتي فوق ولا تحت، يعني في تفاصيل كده ببقى يعني الواحد بتفرق. بالظبط بتفرق يعني. طبعا مقابله العمل هي عباره عن لقاء بقوم بيه او شخص بيقوم بيه علشان شخص بيبحث عن عمل بيقوم بيه، بيقعد مع لجنه او مع فرد بيتكلم عن نفسه ويقول ايه هي امكانياته ومؤهلاته. بس الحقيقه مقابله العمل او المقابله اللي بتحصل ما بين الشخص وصاحب العمل هي مش المقابله الاولى، لكن رغم انه هي دي المقابله الاولى وجها لوجه، لكن صاحب العمل بيكون عرف عن هذا الشخص بمقابله سابقه من خلال السيره الذاتيه اللي كتب فيها عن نفسه وعرض فيها امكانياته وايه الحاجات اللي حققها وايه الحاجات اللي اتدرب فيها والحاجات اللي هو كمان بيطمح فيها. ففي مقابلة العمل مهم جدا، يعني خارج فكرة انه ممكن يسألوني يقولوا لي ايه، ممكن ارد اقول ايه، في شوية ملاحظات تانية مرتبطة بازاي ادير انطباع ايجابي عني. فكرة ادارة الانطباع، علشان ادير انطباع ايجابي عني في مقابلة عمل انا عندي وقت قليل
وعايز اعرض حاجات كتيره جدا 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 عن شخصيتي، عن امكانياتي، عن السكيلز بتاعتي لهذا الشخص، واقنعه ان هو يقول ده فلان ده افضل حد ممكن اختاره. من المهم جدا ان انا اعمل اركز في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول هو اتكلم اقول ايه، الاتجاه الثاني اتصرف اقول ايه، والاتجاه الثالث هلبس ايه. اول فكره علشان ادير انطباع ايجابي عني، الانطباعات يعني بشكل في اول 20 ثانيه بيبدا الانطباع يتشكل عند الاشخاص اللي قدام. بعد 4 دقائق بالظبط بيبقى تقريبا كون 90% من انطباعه عني. تقولي اول 20 ثانيه في دخلته، هو داخل المكتب بالظبط. طب قولي لي وهو داخل يعني هل يكون متجهم؟ سؤال كويس، برافو عليك، انت ماشيه بالترتيب خطوه خطوه. دخلنا انترفيوز كتير في اسئله كتيره طبعا. بصي هو يعني انا بحيكي طبعا على الجزئيه دي في التوقيت ده من الحوار. الدخله دي مهمه جدا، في ناس بتمشي بخطوات واسعه وفي ناس بتمشي بخطوات بطيئه، لكن كل ما كانت الخطوات متوسطه ولا تكون سريعه قوي ولا تكون بطيئه قوي دي اهم حاجه. وبعدين وانا داخل في ناس تبقى داخله ممكن يبقى واحد طويل جدا فيبقى حاني ظهره، لا، من المهم وانا داخل يبقى داخل منتصب، دقني لفوق، يبقى ماشي ماشية متزنة، لأن المشية دي يعني بتعبر برضو عن شخصيتي. لما دخلت هقعد قدامي بدايل، لو معلش قبل ما نقعد برضو، في ناس بتبقى داخلة يتقول له إيه مثلا وانت داخل كده خليك واثق في نفسك طبعا داخل يعني تنك. في ناس تانية خش كده يعني ما تبقيش تنكة قوي عشان ما يقولوش عليك انك انت جميل مغرورة. جميل، فخليكي برضو يعني لا انت متواضعة ولا انت زي ما حضرتك قلتي، هو خير الامور الوسط. من الكويس ان انا هدخل برضو مبتسم، مش هدخل مكشر. في على فكرة ناس بشكل لا ارادي بيبقوا مخضوضين فبيبقى عاطي مكشر. في ناس بتدخل مرة كنا بنعمل انترفيو لحاجة يعني، ودخل واحد بالبانة فسألته قال اصل انا متوتر جدا ومرتبك. طبعا الحاجات دي بتاثر التفاصيل الصغيره، فهي الفكره انه خير الامور الوسط. لا انا حاجي لا مبتسم عمال اضحك طول الوقت طول الوقت، لان ده ممكن يدي ايحاء ان انا مستهتر وكله كده وخلاص، وفي نفس الوقت ما اكونش متجهم لان ده برضو ممكن يدي ايحاء ان انا متزمت والدنيا عندي مكلكعه ومش سلسه. طيب بعد بقى ما بنقعد حضرتك في خطوات معينه بقى في القعده، اقعد احط رجل على رجل؟ ايوه ده كويس جدا. اقعد على انهي كرسي؟ ايوه اقعد فين؟ اولا ممكن قدامي اكتر من بديل، لو هو محدد لي اقعد فين هقعد في المكان. وفي الغالب بيبقى محدد لي ان انا اقعد في مواجهته، وبيبقى في ترابيزه زي كده. عارفه الترابيزات دايما بتشتغل كانها فاصل ما بيني ما بين صاحب العمل، فهي عامله يعني حاجز ما بيني ما بينه. لكن لو اتيح ليا بعد كده ما فيش مكان انا مش عارفه اقعد فين، اسال هقعد هنا ولا هنا. لو اتيحت ليا الاختيار والترابيزه مستطيله ما اقعدش مواجهه، اقعد بزاويه وفي اتجاه نظره اليمين. ليه بقى في اتجاه نظره اليمين؟ اثبتت الدراسات انه اتجاه نظره، ادي ايده اليمين، ايد اللي هيقابل اتجاه نظره اليمين، الناس بتفتكر 3 أضعاف من ما تبص ناحيه الشمال. كذاكره. فطبعا هقعد فين؟ في جزئية لو أتيح برضو ليا الفرصة أن أنا أقعد فين، مفيش داعي للاقتراب الزائد، لأنه إحنا كل شخص عنده بنسميها البيرسونال بابل أو الفقاعة الهوائية المساحة. فما نجيش أنا ألف من ورا المكتب وأروح أقول له بص يا فندم الورق أهو بتاعي، بص أنا هقعد فين. لأ، لازم أحافظ على المساحة، وخاصة أنه ده أول مرة بشوفه، أول مرة بيشوفني، فما فيش علاقة ود ما بيننا. الجلوس بقى في بشكل مواجه، لو المنضده دي يا ترى هحط ايديا ولا هخبي ايديا ولا كده. دي طبعا يعني قصه بترجع لزمن خالص، ايام ما كان المحاربين والنبلاء بيقعدوا مع بعض، والفضل في الراوند تيبلز اللي احنا قاعدين عليها، الموائد المستديره لكينج ارثر اوف كاميلوت، ملك ارثر، لان النبلاء كانوا بيتخانقوا انا عايز انا اقعد جنبه وانا اقعد جنبه وانا، عشان الاقوى الاقرب منه هو اللي يقعد جنبه. فراح عمل مائده مستديره عشان يقول له انتوا كل، بس طبعا هو في الواقع برضو الاقرب، لكن اهو انتوا كلكم متساويين. انا لما باجي بقعد كان معاهم اسلحه، كانوا بيخبوا الاسلحه زمان في اللبس اللي هي السكاكين وكده، فكان الشخص اللي بيحط ايديه على المائده
يبقى هو شخص مش غامض، وهو شخص مش هيخون، مش حاطط السلاح تحت الترابيزه ويطلع يعمل ثوره على الملك ويطعنه او ما الى اخره. هنا جت الفكره، فكره ان احنا نكون مش لازم نبقى متكتفين وايدينا تحت الترابيزه، ايدينا فوق الترابيزه بتدي ايحاء وانطباع ان احنا انبساطيين ومنفتحين وقابلين للكلام وقابلين للتعلم. في ناس جوه المقابله الشخصيه من كتر القلق تلاقيه قاعد كده كتف ايديه. التكتيفه دي برضو بتعمل كانها حاجز ما بيني، هي ميكانيزم ديفنس، بتعمل كحاجز ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، وممكن الشخص اللي قدامي يقول هو ماله مكتف متنك كده بالظبط. وبرضو بمناسبه متنك، فكره وضع الرجل على الرجل، وبحييك على السؤال ده. في بعض الثقافات عادي جدا انه الناس تحط رجلها، حتى لو مدير او كده يحط رجل على دي طريقه جلسه، وعادي ان الراجل يحط رجل على رجل في وش سيء، ده في بعض الثقافات. لكن في ثقافتنا وفي ما يتعلق بالعمل مش من المناسب ان احنا نحط رجل على رجل، وطريقه جلستنا ووضع ارجلنا بيقولوا طبعا البادي لانجوج او طريقه ادارتنا لحركه ايدينا وتعبيرات وشنا والاي كونتاكت، كل دوت من السهل ان احنا نتحكم فيه، بس بيقولوا الارجل من الصعب ان انت يعني هي اللي بتكشف الشخص متوتر او لا. فكره هز الرجلين بشكل سريع، فكره الرجلين قاعد حاطط القدمين كثمانية ولا كسبعة، ثمانية بتدل على ان انا شخص منغلق مش مهتم واخد البالك، لكن لو حاططهم كسبعة بس مش سبعة كبيرة برضو كسبعة، ده بيدي ان انا شخص انبساطي ومنفتح. برضو اشارات ايديا، يعني فكره ان انا عمال اقول انا عملت وانا شايفه ده اصبع الاتهام، فمش مناسب ان انا اعرض بيه امكانياتي وقدراتي، لكن المناسب هو راحه اليد ان انا بتكلم بهذا الشكل. بالاضافه طبعا للاي كونتاكت، ده مهم جدا. في ناس خجوله ما بتعرفش تبص في عين اللي قدامها. طيب ده في بعض الثقافات ده نوع من عدم الاحترام، انت مش بتبصي لي ليه؟ وفي نفس الوقت في ناس تفضل باصه مش راضي بالظبط، مش راضي يحرش عينيه. فطبعا بيقولوا انه نظرات العين عامله زي الرصاصه، فممكن تفضل بيحمل. طب الافضل ان هو يعني ياخد ويدي، يعني يبص مثلا لورقه قدامه وبعدين يبص له وبعدين يرجع يبص وهكذا. هي طبعا ان انا يعني لو ببص لحضرتك ثلاث ثواني كده كاني بفكر في حاجه، يعني ان انا اكثر ما ينفعش ابص بوقت لمده طويله، وفي نفس الوقت ان ما ينفعش ان انا اتجاهل واعتبر ان انا ده نوع من الادب ان انا مكسوف ومش عايز ابص او كده، مش مناسب برضو. طيب ده اذا كنا بنتكلم بشكل سريع عن البادي لانجوج او حركات لغه الجسد، عشان برضو يعني انا حابه ان انا استفيد من خبره حضرتك ما وقعش جزئيه. طبعا في الانترفيوز طبيعي ان بيتم تقديم اسئله استفزازيه، ده طبيعي يعني عشان يقيسوا رد الفعل ويشوفوا والدبلوماسيه انت دبلوماسيه بالظبط، يشوفوا اتيتيودو يعني او يعني انطباعاته ممكن يكون عامل ازاي. ازاي ممكن ان انا يعني ايه اهدى كده لما بيتوجه لي سؤال استفزازي؟ يعني لازم اكون طبعا انا في الانترفيو ببقى مستعد. في احد الاسئله مثلا بتتوقع بكون مستعد قبلها ان انا قاري في اولا مهم جدا ابقى عارف كويس كل التفاصيل ممكن اعرفها عن المكان اللي انا رايح اشتغل فيه، لانه ممكن يسالني في حاجه انا مش محاط بيها، زي بالظبط لما يجي لي طلب محاضره اقول له دي ماده ايه اللي انت بتاخد محاضره، يقول لي لا انا مش عارف. فكده انت وقعت نفسك. نفس الموقف في الانترفيو انت حتى لو ما عندوش خبره، ان انا ممكن ابقى رايحه متقدمه في شركه مثلا كمبيوتر، بس انا عارفه هي بتبيع ايه لمين، ده كفايه، ده مهم. وابقى عارفه التفاصيل بتاعتها، بدات امتى، الحاجات دي بتفرق مع الاونرز او الناس اللي بيعملوا لي الموقف. انا هعرف هم كويس قوي عن المكان، وبعدين هييجوا يسالوني بقى، فممكن يسالوني اسئله صعبه، ممكن يقولوا لي ايه نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندك. كلنا بنتحدث جيدا عن نقاط القوه، لكن تعالي على نقاط الضعف خلينا نحاول نحولها لنقاط قوه. يعني ممكن واحد يقول انا ما بشتغلش لوحدي بشكل ممتاز، لكن انا جوه تيم ورك انا بحب اشتغل اكتر، ببدا اكتر جوه تيم ورك. وقيسي على هذا، يعني مثلا واحد يقول انا عندي انضباط زياده وضميري بيأنبني لو ما عملتش مثلا الحاجه في التوقيت بتاعها،
دي برضو ما تعتبرش عيب بالنسبه لاصحاب الاعمال. دي شبه اللي هو انا طيبه قوي في الزمن ده يعني نفس الفكره يعني. هي النقطه المهمه في كيف نتكلم انه نبتعد عن المبالغات وما نكذبش، لان دي حاجه ممكن في ناس كتيره بتكتب سي في تحفه هايل، كلهم قروا السي في بيبقى جاي لهم مئات السيفيهات، طيب هم استبعدوا وكون انهم جابوني ده معناه ان انا عندي فرصه كويسه، لانه في حاجات تم استبعادها. انا دلوقتي دخلت على المرحله الثانيه بتاعت المقابله، ولكن خلي بالي انا ما اللي انا كاتبه يبقى متناسب مع امكانياتي وقدراتي، ما ابالغش ما اكذبش، لانه الصدق ينجي، ما ينفعش ان انا اقعد اكذب. طيب في بقى حاجه تانية دي انا عرفتها من اللي بيعملوا الانترفيوز نفسهم، انهم بيقولوا لي ممكن ما اخدش اشطر واحد متقدم لي لانه مثلا كان مديني انطباعات سلبيه. أيوة. لكن اخد حد انا ممكن ادربه وهتعب معاه شويه في التدريب، بس انا عارفه ان ده يعني هيشتغل في بيئه عمل في فريق في تيم ورك هيبقى افضل بكتير. دي نقطه مهمه جدا. الشخص اللي دايما بيبين انه عنده قدره على التعلم، اللي بيقول انا اخدت تدريبات في كذا وكذا وكذا ومستعد وعندي قابليه وعلمت نفسي، والكلام ده بيحصل يعني دلوقتي من خلال اليوتيوب، اي حد عايز يتعلم اي بروجرام اي حاجه بيدخل وبيقدر يتدرب. ففكره ان انا اركز او اعمل سيرش على فكره انا بتدرب وعندي قابليه للتعلم، عندي قابليه للتعلم من اخطائي، دي كلها حاجات بتبقى ايجابيه بالنسبه للشخص. طب هو ممكن وهو بيتكلم اللي قدامه ياخد انطباع انه اوفر كواليفايد، دايما بنسمع طب ما تقبلتش ليه؟ اصلي اوفر كواليفايد، انا امكانياتي اعلى بكتير من امكاناته ومش عارف يحطوا لي المرتب. انا بتكلم هنا يمكن مش على اللي لسه فريش جرادويت او لسه متخرج جديد، اللي شويه عنده شويه عنده خبره اعلى شويه، فممكن يروح اوقات المدير يعني هو يقول يعني لما بيخرج يقول ايه المدير حس ان انا احسن منه فرفضني. شوفي انا لسه كنت هقول نفس التعبير، يعني طبعا كويس ان انا اقدم في الحاجه المناسبه ليا، يعني لو هي حاجه اقل من امكانياتي يبقى ما فيش داعي اصلا من الاول خالص ان انا اعمل كده. بس هي الفكره للاسف، وده يعني دي حاجه مش ايجابيه في 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 بيئات العمل، ان المدير لازم يبقى هو اللي ما يقلقش مني ولازم ابين ان انا اقل منه. يعني دي حاجه مؤذيه في بيئات العمل. بيئات العمل اللي فيها التيم ورك وفكره انه انت تعرف حاجه، مش ما فيش انسان بيعرف كل حاجه. صحيح. ممكن انا مدير بس في حاجات انت تضيفها لي، ما فيش مانع، ما هو ممكن انا متميز في حته وانت متميز في حته ثانيه. فبيئات العمل اللي فيها العمل كتيم ورك دي بتبقى افضل يعني. طب علشان يتجنب النقطه دي، هل ما يفصحش عن كل حاجه مش هو بيعرفها؟ لا، هو يفصح، هو بالفعل بيكون افصح في السيره الذاتيه. مش هيحوش حته ويحط حته، لكن لو ما يقعدش بقى انه يعني بيجيب على قدر المطلوب، على قدر السؤال المطلوب. يعني مثلا انت بتعرف ايه؟ انا بعرف كذا وكذا. يمكن هو بيعرف حاجه ثالثه حاجه رابعه، بس هي مش ريليتد بالموضوع ده يعني. ده معنى كده ان مش كل حاجه فعلا ممكن تتقال بالشكل الفظيع وعلى حسب الموقف، على حسب برضو معطيات الموقف. هو اللي بيساعدني ان انا احدد وقتها وبيئه العمل، وواحد بس اللي بيسالني ولا اتنين او ثلاثه. على فكره لو هو اكتر، لو اكتر من شخص موجودين بيسالوني، من المناسب ان انا اتكلم بقى، مش حكايه انا اعلى من المدير او كده، لانه مش هو وحده صاحب القرار. هل هنا ممكن ياخدهم لنقطه تانية؟ يعني ممكن هو يحكي لهم موقف ممكن يفتح اجزاء تانية لحاجات تبين مهاراته، الحاجات المعاشه او اللي بنسميها الحاجات الحياتيه اللي احنا بنختبرها. انا اتعلمت موقف اليوم، انا اتعلمت كذا لاني مريت حاجه وفوجئت بان انا مش عارف. دي بتبقى نقطه ايجابيه في الشخص، عند الشخص يعني. استمتعت جدا بالحوار معاك يا دكتور بجد، شكرا جزيلا على المعلومات اللي شاركتي بيها معانا، ويا رب ان شاء الله تكون مثمره وبناءة لكل اللي بيتابعونا دلوقتي. انا حاسه بيهم جدا، فكره مقابله الشغل دي بيحسوا ان هي نقطه فاصله في حياتهم وبيبقى عليها امال واحلام طبعاً. كتيره جدا، يا رب الجميع يلاقي كل او يحقق كل احلامه وطموحاته. شكرا جزيلا دكتوره اماني البر، المستشار الاعلامي لجامعه بني سويف، استاذ الاعلام، شكرا جزيلا. اهلا بيك. ومكملين مع حضراتكم مشاهدينا، خلونا نروح لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، اللي اعلن عن اطلاق مبادره مسابقه شيف المستقبل. اتكلمنا عنها قبل كده المسابقه دي على فكره، المره دي هنتكلم عن دورتها الثالثه، اطلاق مسابقه جديده تحت عنوان صناع ملابس مصر ايضا، واللي بتستهدف ملابس او طلاب مدارس الفندقيه والمدارس الفنيه في مجال صناعه الملابس الجاهزه. خلونا نتابع هذا التقرير.
في إطار حرص ودعم الدولة للتعليم الفني والارتقاء به، أعلن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني عن إطلاق مسابقة شيف المستقبل للموسم الثالث، ومبادرة جديدة تحت عنوان صناع ملابس مصر، والتي تستهدف طلاب المدارس السياحية والفندقية والمدارس الفنية في مجال الملابس الجاهزة. احنا حاليا في شراكة، الشراكة دي ابتدت تقريبا 2014، هو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر. الاتحاد الأوروبي حط 50 مليون يورو في هذا البرنامج، والبرنامج هو قائم ويقوم بعدة أنشطة، إما مع وزارة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، ويساهم في تطوير منظومة التعليم الفني بوزارة التعليم والتعليم الفني. احنا بنركز المسابقات دي على رفع المهارات لهذه الشباب، ان هم يقدروا يبقى عندهم المهارات المطلوبة مش بس على المستوى المحلي ولكن ايضا على المستوى الدولي. الطلاب الذين اجتازوا مسابقة شيف المستقبل اشادوا بالتجربة واكدوا انها اثقلت مهاراتهم العملية. كنت شغال قبل المبادرة، وبعد المبادرة بقيت حالة تانية، دخلت مجلس إدارة شباب الشيفات على مستوى مصر، نادي شباب الشيفات، وبعد كده اشتغلت في مكان كبير في الزمالك، ففرق معايا كويس جدا. يعني عرفت حاجات جديدة وتعلمت وتعرفت على شيفات كبيرة مكنتش سوري يعني هتعامل معاهم تاني أصلا. بس وبعدين لما طلعنا بعد المسابقة رحت اشتغلت في مكان أكبر، فندق، وخدوا مني الشهادة دي وبقت بوزيشن كويس. مبادرتان جاءتا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهدف هو الارتقاء بالتعليم الفني في مصر لما به من أهمية لدفع عجلة التنمية. عمر حمزة، النيل. برحب بحضراتكم مرة تانية. معانا نموذج من الشباب، فتيات تحديدا بشوشة جدا، ليها طلتها وأناقتها، محتفظة بأناقتها بشكل كبير جدا. نهى محمود هي دلوقتي مصممة أزياء، لكنها مرت كده بأكتر من تجربة وأكتر من خبرة لحد لما وصلت على المجال اللي هي بقت متميزة فيه دلوقتي. نهى معانا النهاردة مش بس عشان نتكلم عنها كنموذج للفتيات اللي قدرت تعمل البزنس الخاص بيها أو الشغل الخاص بيها وتتميز فيه، لكن كمان عشان تدي مجموعة من النصايح الخاصة أنا استفيد منها بقى، الخاصة كمان بالانترفيو في شكل اللبس وشكل ممكن نلبس ايه واحنا رايحين الانترفيو. برحب بيكي معانا نهى، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. في البداية يعني كلمينا عن نفسك، انت اتخرجتي في ايه ودرستي ايه وازاي وصلتي لمجال تصميم الازياء؟ في البداية انا درست صحافة، خريجة صحافة اصلا، اشتغلت شوية في مجال الصحافة في الاخبار بس ما كملتش كتير. بعد كده عملت اتش ار دبلومة وحوالي اشتغلت في الاتش ار حوالي 5 لـ6 سنين يعني. بعد كده يعني حسيت ان كل ده حاجات مش بحبها او مش قادرة ان انا اوصل فيها للانجاز اللي انا عايزاه. عملت بقى فاشن دبلومة وبقالي سنتين في الفاشن يعني. طيب نتكلم الاول على فكرة ان انا ممكن ابقى شغالة حاجة، امتى ممكن احس ان لا يعني انا بحاول فيها ومكمله فيها وبدرس، ويعني عملتي دبلومه في الاتش ار عشان تبقى كمان شغلك وفقا لدراسه معينه، لكن لا انا مش لاقيه نفسي فيها وعملتي شفت كارير بقى بعد كده ازاي؟ يعني امتى ممكن الواحد ياخد قرار زي كده؟ واكيد في احباطات حوالين منك، لا ما اللي انت تعرفيه احسن من اللي ما تعرفيهوش، هتعملي ايه وانت لسه هتبداي وهتخشي مجال هتبداي فيه تبقي اقل من اللي موجودين اصلا فيه؟ اوكي، هو ما فيش وقت معين لازم تبتدي تحسي فيه ان انت متاخره او الكلام ده فكر غلط، او انا شايفه انه ما ينفعش ان انت تسلمي نفسك لاي حد حواليك يقولك انت بداتي في كارير معين فينفعش ان انت تبداي من الصفر. دايما في وقت ان انت تبداي من اول وجديد. هتحسي امتى؟ لما تحسي ان انت ما بقيتيش تستفيدي حاجه جديده، انت مش قادره ان انت تدي حاجه جديده او تضيفي للمكان اللي انت فيه، بتحسي ان النولج بتاعتك خلاص وقفت هنا، بيتهيالي ان ده خلاص هنا انت لازم تبتدي تدوري على نفسك، اما تكبري نفسك في البوزيشن اللي انت فيه يا اما تبتدي ان انت تعملي حاجه بجد انت بتحبيها. يعني انت اصلا كنت بتحبي الفاشن؟ الفاشن جدا من زمان من صغري. بس مش لدرجه انه يبقى كارير شغلك صح؟ ما كانش، لا، لان هنا بصراحه هنا في يعني ما فيش، بيبقى تشجيع قوي في البلد، ما فيش اماكن كتير ممكن تدرس الفاشن او بيهتموا بيها،
فمن ناحية الأكاديمية هنا البلد مش بتشجع قوي على فكرة الفاشن والستايلنج والموضة يعني. طيب لما بقى بدأتي تاخدي الدبلومة وقلتي خلاص ده هيبقى الكارير بتاعي، ايه المواجهات او الصعوبات اللي قابلتك في الاول؟ الاول طبعا هي فكرة العمالة دي اصعب حاجة كنت لاقيها، ان هما دايما عمالة مش مستقرة. تاني حاجة انت بتتعاملي مع ناس ممكن يكونوا في الفكر شوية مختلفين عن اسلوب الدراسة اللي انت اشتغلتي بيه، ففي فرق كبير جدا ما بين ان انت تتعاملي مع عماله يعني فنيه عن العماله العاديه اللي ممكن يكونوا درسوا في اكاديميه او اشتغلوا في شركات. دي ممكن تكون اصعب حاجه، ما فيش حاجه تانية يعني ممكن تكون واجهتني. طيب نهى انا بقى عايز استفيد من خبرتك، انت ما عندك خبره مزدوجه دلوقتي، خبره الاتش ار وخبره التصميم الملابس، لما بقى رايحه انترفيو ايه الهدوم المفروض او اللوك اللي انا المفروض ان انا اظهر بيه؟ لبسي، شكل شعري، الشنطه كده يعني، كل التفاصيل بتاعت. نبدا الاول نتكلم على بنت. البنت اوكي، هو اول حاجه هنبدا بيها هي الشعر. اولا لازم الشعر يكون ملموم، يعني دي افضل طريقه ان احنا نلم بيها الشعر. ما ينفعش ان القصه تكون على العين مثلا، ما ينفعش ان انا اعمل تسريحه تخليني كل شويه العب في شعري او اتحرك او كده. ده بالنسبه للشعر، كل ما يكون ملموم بيبقى افضل يعني. تاني حاجه ممكن يكون شكلي احلى وانا مسيبه شعري، بس يفضل ان هو بقى يبقى مثلا ورا الودن يعني. اي حاجه لازم وشك يبان يعني، عشان اللي قدامك يعرف يشوف الرياكشنز بتاعتك دي اول حاجه، ويعرف ان هو يتكلم معاكي وانت كمان ما تحسيش بمضايقه يعني وانت قاعده. بس ده الشعر. تاني حاجه الميك اب لازم يبقى طبيعي على قد ما تقدري، نبعد تماما عن الالوان الفاقعه زي الاحمر البنفسجي الالوان دي يعني، كل ما يكون مثلا بيج روز الالوان دي بيفضل. ما ينفعش تبقى مثلا رسمه الاي لاينر عريضه، الكحل عريض، ما ينفعش ان انا مثلا استخدم. طب يعني هل ده بيدي انطباع معين؟ يعني هو في يعني في بنات بتروح انترفيوز بتبقى عامله كده وبتتقبل عادي، بس هل ده بيدي انطباع معين؟ هو ده بتبقى حاجه مش بروفيشنال، بالعكس في شركات ممكن تاخد دي بوينت عليها يعني، يعني هتاخرها ان هي لو مرشحه في البوزيشن ده، ان هي ممكن لو حد جه مهتم بالبوينتس دي اكتر لا ساعتها ان هي هتبقى ليها حق اكتر ان هي تفوز بالوظيفه يعني. اللبس بقى، اللبس يعني الالوان هل افضل قبل الالوان هل افضل اروح بفورمال ولا اروح سيمي فورمال ولا اروح بدرس ولا اروح ببدله عادي كامله او كده؟ هو الافضل دايما ان هي تروح ببدله كامله طبعا، دي رقم واحد يعني. وممكن بعد كده على حسب نوع الوظيفه اللي هي متقدمه لها تلبس مور كاجوال، بس الافضل دايما الفيرست انترفيو يكون كلاسيك وفورمال كامل. بليزر بتفضل الوان تكون دايما اسود او جراي او كحلي، الكحلي هو انسب لون عامه للرجاله والستات الوان محايده يعني. تاني حاجه ان هي تلبس يكون من تحت شيميز ابيض، ده اوقع كتير من هي تلبس توب عادي يعني. بالنسبه بقى للسكيرت او البنطلون يعني، هي الملابس عامه الانترفيو كل ما تكون واسعه كل ده بيدي انطباع احسن. ما ينفعش ان البس حاجه ضيقه، ما ينفعش البس حاجه قصيره، دي مش من اتيكيت الانترفيو يعني. لازم حتى لو هلبس سكيرت لازم السكيرت دي تبقى تحت الركبه او على الركبه، لكن ما ينفعش يبقى فوق الركبه. الجزمه لازم الجزمه تبقى جزمه مقفوله، ما ينفعش تبقى جزمه مفتوحه او صندل او يعني ممكن تبقى الجزمه يفضل تبقى سودة، تبقى احمر، اللون الاحمر ممكن يدي بيعكس الثقه للنفس جامد يعني. لو مش هستخدمه مثلا في الجزمه ممكن استخدمه في الشنطه، ممكن استخدمه في التوب، في الشميز اللي تحت البليزر. ده بالنسبه للبنت يعني. طيب خلينا برضو في البنت، الشنطه وانا في الانترفيو احطها فين؟ احطها على الترابيزه وانا بعمل الانترفيو ولا لو في ترابيزه تانية قدامي ولا على الارض ولا؟ هو الافضل ان انا دايما احطها على المكان اللي قدامي يعني، يا اما على الارض. اخر اوبشن تماما ان انا ممكن احطها جنبي يعني. يعني مش الافضل ان احطها على الترابيزه اللي بيني وبينه، ممكن احطها على ترابيزه تانية بالظبط كده اقصر او كده. ويفضل دايما هي تبقى صغيره فيها بس حاجتي اللي انا محتاجاها ضروري يعني، طالما الانترفيو مش محتاج مني لابتوب او ورق كبير يبقى على قد ما اقدر تكون الشنطه صغيره يعني. في ناس لما بتروح الانترفيوز بتبقى حريصه جدا، احنا يمكن ما هيبقى معانا على البلازما دلوقتي، شكل الشعر او يعني انهي الافضل.
القصة وهي نازلة ولا وهو ملموم أو كده. وأثناء حوارنا طبعا هنعرض لبعض الكلام اللي انت قلتي عليه من خلال شكل اللبس. في ناس بتبقى رايحة بتبقى حابة تبين البراندز أو الماركات اللي هي لابساها طبعا على حسب المكان أو المؤسسة اللي هتشتغل فيها. يعني لو لابسة شنطة بتبقى براند معينة، لو لابسة ساعة تبقى ببراند معينة، تبقى حريصة أنها يعني زي نوع من أنواع الشو شوية أو الاستعراض شوية. هل ده كويس؟ لا ده برضو حاجة مش بروفيشنال، يعني طبيعي ان انا مش ببين قوي انا معايا ايه او اي حاجة عشان ما اديش احساس للي قدامي ان انا ممكن اكون مش محتاجة الشغلانة دي، انا معايا فلوس مثلا. تاني حاجة برضو حتى البرفيوم نفسه ما ينفعش انا استخدم برفيوم، يعني هو يفضل انا ما استخدمش برفيوم اصلا، انه وارد ان هو ممكن يضايق الشخص اللي قدامي، ممكن يعكس برضو ان ده برفيوم غالي قوي فانا داخلة مش محتاجة البوزيشن ده وجاية كده يعني. ف يفضل دايما ان انا اكون سيمبل في كل حاجه يعني على قد ما اقدر. نتكلم بقى عن الرجاله، ويمكن احنا عارضين برضو لبعض الملابس دلوقتي. طيب هنعرض معانا بعض الملابس اللي ممكن تكون ملائمه للرجالي اكتر. الافضل بالنسبه للراجل ممكن يكون لابس ايه وهو رايح انترفيو؟ الراجل يفضل دايما الشميز يبقى يا ابيض يا اما ازرق فاتح لبني. دايما الكحلي برضو هو انسب لون يفكر ان هو يلبسه كبدله، الافضل ان هو يلبس بدله طبعا، او الجري طبعا ده تاني لون، اسود برضو ماشي، بني مبعد عن البني تماما لان البني هو لون رسمي زياده عن اللازم. احنا معانا شكل مثلا دلوقتي بالجري وازرق وشكل برضو كلبس كده، ده يعني برضو اعتقد للفتيات او للبنات اعتقد ده برضو ملائم للانترفيو. محايد البليزر ممكن يبقى طويل زي كده، وممكن برضو يبقى فوق الكاميرا عادي، السكيرت اهي طويله او ده برضو لون تاني ستايل تاني. الجزمه دايما بيفضل ان هي للراجل تكون بني او تكون اسود، ما يروحش لاي لون تاني، ولازم الحزام يبقى لازم لون الجزمه، ده حاجه اساسيه. لو اللونين مختلفين دوت ممكن شويه يشتت الانتباه للي قدامه او يحس ان هو مش مركز قوي هو لابس ايه بالظبط. وطبعا الراجل مش مفضل خالص ان هو يلبس اكسسوارز يعني البريسلت والحاجات دي، لا يعني بتدي انطباع سلبي. وكمان شعره، يعني هو لو عامل شعره كيرلي او شعره طويل او كده دي حاجه برضو بتتاخد عليه، الافضل ان هو يقص الشعر التقليديه يعني. لكن هو هل ده يعني احنا بنتكلم برضو على الحاجات اللي هي ايه الستاندرد اكتر او المعايير اللي هي الثابته اكتر، لكن في شركات ممكن شويه مبقاش فارق معاها قوي اذا كان حتى هو عامل بونيتيل ولا لا يعني. بس ده فيما بعد لما يجتاز الانترفيو، بس الفيرست الانترفيو عامه الاول لا لازم يبقى كده، هي رولز معينه واتيكيت لازم يمشي عليه علشان دي بوينتس بتاخد عليه، بعد كده لا عادي يعني على حسب بقى طبيعه الشركه جوه، يعني اذا كان ده كول بالنسبه لهم ان هو يعمل شعره كده او كيرلي او اي حاجه اوكي يعني، بس احنا بنتكلم على قواعد الانترفيو عامه يعني. لاي مدى ممكن تقييم الانترفيو يعني بالنسبه لللبس، لاي مدى ممكن اللبس بياخد درجه درجات الانترفيو؟ ممكن 30% مثلا يعني. دي نسبه كبيره يعني مش قليله. يعني الموضوع بس مش بيبقى بس مجرد ان هي تبقى بيبقى شاطر او عنده مهاره معينه، لا كمان بيكون شكل اللبس يعني مش بس مجرد انطباع، لا ممكن ده يأثر في الدرجة الإجمالية. ده ممكن يكون مقارنة بين واحد والتاني، يعني لو في اتنين نفس المستوى ونفس الاكسبيرينس هشوف مين اللي كان بيلبس فيهم أحسن وشكله مهندم أكتر، وهبتدي إن أنا أرشحه هو بأقوى عن التاني يعني. فدي لا هتتحسب يعني. بالنسبة بقى للإكسسوار اللي البنات بيكونوا مثلا لابسينه وهي رايحة، ممكن تبقى لابسة اكسسوري معين، ممكن يكون في حاجات بتبقى بتطلع يعني صوت مثلا انسيال وكذا انسيال مع بعض فبيبقى عامل صوت وكده، او يعني لاي مدى لا ممكن برضو ان احنا نبقى الحاجات اللي نلتزم بيها اللي هي الحاجات اللي تكون شويه مش ملفته قوي مش مبهره قوي. هو اولا النيكلس او السلسله يفضل دايما هي تبقى على الرقبه او اصغر شويه، لكن ما تبقاش نبعد تماما بقى عن الحاجات الطويله والكلام ده، دي حاجه مش بروفيشنال هي تستخدمها. ممكن تلبس خواتم، ممكن تلبس ساعة، بس حاجات سيمبل على قد ما تقدر، لكن تبعد طبعا تماما عن الحاجات العريضة، الحاجات الطويلة، الحاجات اللي هي شايني زيادة عن اللزوم برضو البراقة قوي. طب عشان برضو ما نبقاش اغفلنا جانب المحجبات وهي رايحة تعمل انترفيو، طبعا في اكتر من طريقة، لف الطرحة الاسبانيش وال اعتقد التربون والطرح العادية الطويلة،
انهي شكل ممكن يكون ملائم اكتر للمقابله ويدي انطباع محايد؟ يعني احنا حابين ان احنا نوصل لفكره الانطباع المحايد، مش الانطباع لا المبهر ولا الانطباع المش لطيف. يعني بالنسبه للون الطرحه هي برده الالوان المحايده دايما، بس الافضل في الطرحه ان هي تبعد عن الالوان الغامقه على عكس اللبس. يعني دايما الانترفيو بيحب الالوان الغامقه اكتر ان انت تركزي عليها كراجل او ست. الطرحه لا، ممكن ان هي تبتدي تستخدم حاجات ما يكونش فيها رسومات كتير، ما يكونش فيها مثلا، طبعا نبعد بقى عن الترتر او البايت او الحاجات دي كلها حاجات نبعد عنها. يفضل دايما ان هي تلف الطرحه بالطريقه اللي هي عايزاها، هو الميك اب بس هو اللي ممكن يبرز شكلها اكتر من الطرحه، سواء كان سبانيش تريبو. متهيالي ان هي حاجه ممكن تبعد عنها خالص، لان هي دلوقتي حتى غير المحجبات بقوا بيلبسوها، فمش هتبين قوي اذا كانت دي شخصيه محجبه او لا يعني. فالطرحه مش هيكون فيها مشكله قوي يعني. ودايما بيفضل لف الطرحه بالطريقه العاديه اللي مش غريبه، يعني ان هي ساعتها هتلاقي على شيميز، في الغالب هتلاقيها لابسه شيميز او بلاوز، يعني هتبقى هاي نيك برضو، فتلف الطرحه بالطريقه العاديه يعني. هو دايما لما بيبقى عندنا تاني يوم انترفيو بنطلع الدولاب كله ونقعد ده احلى ولا ده احلى، ده احلى، ونجيب العيله كلها انهي يا جماعه شكلي احلى في انهي يعني. وفي الاغلب فعلا بنلبس الالوان اللي هي خليها بقى بدله سوداء او بدله كحلي، وخلينا كده في الحاجات اللي هي ما فيش عليها خلاف او جدال كبير. لكن عايز اعرف في الاخر انا بيتاخد عني انطباع ايه لو انا مشيت بالسيستم او بالشكل اللي انت قلتي عليه؟ ايه الانطباع؟ انت بقى بكلم دلوقتي نوها الاتش ار اللي ممكن تاخديه على عن راجل او بنت التزم بالشكل بالفورم او بالهيئه اللي احنا قلنا عليها دي. هي دي بتبقى في جزء في الانترفيو نفسه، ان انا باخد نقط معينه عن لبسه وشكله وشعره وطريقه كلامه حتى قعدته. يعني هو قاعد ما ينفعش خالص ان هو يكون قاعد حاطط رجل على رجل مثلا، او قاعد بيتكلم بطريقه معينه او هكذا يعني. فلا يعني ببتدي اخد بوينتس وادخلها مثلا للاداره، اقول لا ده كان لابس مثلا جينز النهارده، ده كان لابس مثلا سبورتي شوز مثلا، اوكي كده يعني. لا لازم ان انا بركز من اول ما دخل، اول حاجه بركز عليها قبل ما يتكلم هو لبسه. فلبسه لا بنسبه كبيره مهم جدا بالنسبه للانترفيو، ان هو بيعكس شخصيته وذوقه، وفي نفس الوقت هو ايمج للشركه وصوره بيبين ده احد موظفينها يعني. هرجع بقى اتكلم عنك انت يا نهى في اخر سؤال ليكي، ايه اللي انت حابه انك تعمليه خلال المرحله القادمه في مجال سواء شغلك الخاص، وايه النصيحه كمان اللي توجهيها للفتيات اللي حابين ان هم يبقى ليهم البيزنس الخاص بيهم، او يبقوا يعني ليهم شغلهم او الشركه الخاصه بيهم، او ازاي كمان هم يعملوا يقدروا ان هم في وقت معين ياخدوا قرار تغيير الكارير بتاعهم لو غير ملائم لطموحهم؟ هي اول ما تحس ان هي مش قادره ان هي تستفيد حاجه من الشغل اللي هي فيها، لو حاسه فيه دايما ان في مقارنه بينها وبين حاجه بتحبها، ما تحطش الوقت عامل تماما بالنسبه او سنها، وتبتدي ان هي تعمل الحاجه اللي هي عايزاها بجد يعني. تبتدي ان هي تدور بنفسها، ما تستناش اي مساعده من اي حد، ان هي تبتدي تكبر نفسها وتطور نفسها دايما بالدراسه اول حاجه، وبعد كده بالشغل العملي وتبتدي يعني. أنا عملت شركة صغيرة بدأت أعمل فيها فساتين سواري هات وسكارفز بس، يعني دول أكتر حاجتين أنا بحبهم في حياتي. وبدأت بس من سنة عملت أول كوليكشن ليا، ودلوقتي بعمل التاني يعني بس. وإن شاء الله يعني أنا عندي أمل إن أنا أوصل لحاجة أكبر من كده، إن شاء الله حتى طبعاً. أكتر من كده إن شاء الله يعني. بالتأكيد يعني بسي. طول ما أنت عندك إصرار وعزيمة وتدرسي كمان كل خطواتك، إن شاء الله هيكون التوفيق هو يعني نهاية الطريق أو طريقك بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا نهى محمود مصممة الأزياء، شكرا جداً على مشاركتك معنا النهاردة في حلقة جيل المستقبل. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنكون جهزنا لكم موضوعات وأخبار وجبنا لكم كمان نماذج جديدة من الشباب يشرفنا هنا في استوديو المستقبل. دمتم في أمان الله.